الأسبوع المدرسي في طبعته التاسعة يلم تلاميذ ولاية جيجل في ورشات إبداع فني ونشاطات ثقافية. على بركة الله ينطلق الأسبوع المدرسي في طبعته التاسعة للموسم الدراسي 2023-2024 بمساهمة مختلف الشركاء ومختلف القطاعات والهيئات الفاعلة معنا خلال الموسم الدراسي. طبعا الأسبوع المدرسي هو مجمل الأعمال ومجمل النشاطات وإبداعات التلاميذ خلال السنة الدراسية. الأسبوع هو كما جرت العادة شاركت فيه قطاعات عدة كانت شريكة لقطاع التربية على مدار السنة من خلال نشاطات تربوية ثقافية وتحسيسية. من خلال الورشة المنظمة من طرفنا كان لنا لقاء مع بعض تلاميذ المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها المنتشرة عبر ولاية جيجل. من خلالها تم تقديم شروحات حول مهام أفراد فرقة حماية الأحداث. دورنا هنا يكمن في تحسيس الأولاد وتوعيتهم والوقاية وحمايتهم والسهر على سلامتهم. شاركنا من خلال مختلف المعارض للتحف الفنية التي أنجزتها براعم المؤسسات مركز المعاقين ذهنيا بالطاهير ومركز المعاقين ذهنيا بجيجل والمركز المعاقين حركيا بجيجل. المناسبة التي تدوم فعاليتها 3 أيام كشفت عن مواهب جمة وأثبتت نجاعة مشاريع النوادي المدرسية بما فيها مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.